بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا النهاردة سعيد جدا في عمل السيد المسيح بنعمة الروح القدس في عمل الخدمة وعمل الكنيسة. الحقيقة كل عمل بيتم جوه الكنيسة هو أساسا من أجل رعاية الشعب، رعاية كل أسرة، رعاية كل شاب شابة، رعاية كل طفل كل طفلة، الرعاية بصفة عامة. فكل الأعمال الهدف الأخير من أجلها هو الرعاية. في سبيل الرعاية تنشأ الكنائس وتؤسس، وتنشأ الإبرشيات وتؤسس. وطبعا الشعب القبطي اللي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية له محبة كبيرة وله مكانة كبيرة في قلبي وفي الخدمة. في أباء أسقفة مباركين بيعملوا، أسقفة إبرشيات، نيافة أنبا يوسف، نيافة أنبا سرابيون، بالإضافة لأسقفة عموميين هناك منهم نيافة الأنبا دافيد. الحقيقة هو أسقف عام بقاله 14 سنة، خدم بأمانة في الفترة اللي فاتت كلها كنائب بابوي وأيضا كمسؤول عن المقر البابوي في سيدر جروف في نيوجيرسي. خدم قطاعات الشعب، خدم في التعليم، خدم في تأسيس الكنائس، وخدم في ولايات كثيرة كانت تبع المقر. وجاء الوقت لتأسيس إبرشية جديدة. الإبرشية دي تعتبر جزء من خدمته السابقة. من هنا كان تأسيس إبرشية نيويورك، ولاية نيويورك، وأيضا ولايات نيو إنجلاند، وهي حوالي 5 أو 6 ولايات. وبقول أو لأن في ولاية ليس فيها كنائس أو أقباط لكن تدخل تحت نطاق الإبرشية. وبنعمة المسيح جلسناه يوم السبت والأحد الماضيين اللي هم يوم 16 و17 نوفمبر 2013 هنا في الكاتدرائية المرقسية اللي هو مقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القاهرة. تم تجليسه كأسقف مبارك لهذه الإبرشية الجديدة، وصارت هذه هي الإبرشية الثالثة في إبرشيات الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الطريق إبرشيات أخرى إذا أراد ربنا وعشنا. أيضا الهدف هو تركيز الرعاية، فوجود أسقف في الإبرشية معناه رعاية أفضل للأباء الكهنة، رعاية أفضل للشمامسة، رعاية أكثر للشباب، رعاية أكثر للأسر، رعاية أكثر للأطفال والأجيال الثانية والثالثة، second generation والثيرد generation وهكذا. وده نوع من التركيز في العمل. عايز أذكر تشبيه لطيف كده، حبات السبحة. حبات السبحة لازم يبقى فيها خيط. لما يبقى فيها الخيط موجود السبحة يبقى لها كيان، كل حباية لها مكانها، الشكل بقى شكل مفيد سبحة. لكن تصور ان سبحة من غير خيط تبقى حبات متناثرة ملهاش رابط، ملهاش ضابط، ملهاش نفع، ما تقدرش استخدمها في التسبيح. ما السبحة دي للتسبيح، فما اقدرش استخدمها للتسبيح، يبقى في شيء غائب عنها. انا الحقيقة فرحان مع كل الشعب، وأنا لمست فرحة الشعب، فرحة الآباء وفرحة الكبار والصغيرين، لمستها في مكالمات تليفون، لمستها في إيميلات كتيرة جات لي على الإيميل بتاعي، لمستها في فاكسات وصلت عندنا. الحقيقة كلها أمور مفرحة، وأنا شخصيا سعيد بأن العمل ده يتم. زي من حوالي 6 شهور أو 7 شهور أسسنا إبرشية جديدة في كندا في ميسيسوغا وفانكوفر، وفيها نيافة الأنبا مينا. تأسيس الإبرشيات مرحلة مهمة قوي، وأرجو من الله أنه يساعدنا أن احنا نكمل هذا العمل. تحياتي ومحبتي لنيافة أنبا دافيد، لكل الشعب في الإبرشية الجديدة، لكل اللي بيخدموا وياه، وأنا واثق أن الله سيتمجد على يديه وسيصنع عمل طيب. وفي نفس الوقت نيوجيرسي
فيها دلوقتي أب راهب مبارك أبونا سيرافيم السورياني كنائب عننا في إدارة المكان هناك والكنائس، لحين ما ربنا يرتب في المستقبل ترتيبات أخرى لتركيز العمل وتركيز الخدمة لكل الشعب. ربنا معكم دايما، وأشتاق لليوم إن أنا أزوركم في كنائسكم وفي خدمتكم، وأفرح بعمل الله على أيديكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.